مانشستر سيتي انتر ميلان، الكل يخمن من سيكون البطل، الكل يتحدث عن المواجهات الفردية بين نجوم الفريقين، لمن ستكون الغلبة؟ لكن هل تساءل أحدكم عن المواجهة التي من الممكن أن تحدد مصير اللقب؟ غوارديولا الفيلسوف ضد غوارديولا المدرب. أولاً، لا أحد يشك في قدرة إنتر ميلان على التتويج، لكن نحن هنا بصدد الحديث عن فريق يصنفه الكل كأفضل فريق في العالم. صحيح، العرض الذي قدمه مانشستر سيتي ضد ريال مدريد خصوصاً في الشوط الأول من مباراة إياب نصف النهائي يعد من العروض القليلة التي يجب أن تدرس في الأكاديميات، ومن السهل والمنطقي ركوب موجة ترشيح مانشستر سيتي لاكتساح إنتر ميلان والتتويج لأول مرة باللقب الأوروبي. لكن هل فعلاً إنتر ميلان هو الخصم الوحيد لمانشستر سيتي في النهائي؟ على الورق وعلى الملعب نعم، لكن بعد ما شهدناه من مانشستر سيتي في المواسم الأخيرة من المنصف القول إن العائق الوحيد الذي بإمكانه حرمان الفريق الإنجليزي من اللقب هو غوارديولا، والحديث هنا عن غوارديولا الفيلسوف وليس غوارديولا المدرب. بالعودة لمباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد، باستثناء هالاند التشكيلة لم تختلف كثيرا عن تلك التي خسرت النهائي أمام تشيلسي عام 2021، هي نفسها التي خسرت نصف النهائي أمام ريال مدريد العام الماضي. الشيء الوحيد الذي تغير أو بالأحرى تحسن هو المدرب غوارديولا. مرة أخرى، الحديث هنا ليس عن تحسن في قدراته ومهاراته التدريبية، كلنا نعرف أنه الأفضل. أنا أشير هنا عن تخليه عن فلسفته الزائدة التي ضيعت على مان سيتي دوري الأبطال في منافسات سابقة. هذا العام غوارديولا أبان عن نضج غريب، اقتنع أخيراً أنه في عالم الكرة وعلى غرار كل شيء في الحياة، عندما تكون عندك منظومة ناجحة ليست هناك أي حاجة لإجراء تغييرات أو تجارب. غوارديولا تخلى عن الكثير من مبادئه التي كانت تعتمد على إجراء تجارب فقط لإثبات عبقريته التكتيكية. في مباراتي نصف نهائي ريال مدريد لم يجري أي تغييرات حتى الأنفاس الأخيرة، اعتمد الواقعية ومنح الحرية للاعبين دون التدخل كل دقيقة، وكأنه معلم يوجه تلاميذ مدرسة ابتدائية. لاعب مانشستر سيتي بلغوا درجة من النضج يحتاجون فيها فقط لخطة قبل المباراة وتعليمات تكتيكية بين الفينة والأخرى، وما على غوارديولا سوى الاسترخاء والاستمتاع بالمباراة كما فعل بالضبط لما كان مدربا لبرشلونة في نهائي 2011 أمام مانشستر يونايتد. غوارديولا يدرك جيدا أن نهائي إنتر ميلان يتيح فرصة تتويج ربما لن تعاد، فرصة تتويج مانشستر سيتي باللقب الأوروبي الأول، وفرصة له هو أيضا لإسكات من يقول إن غوارديولا غير قادر على الفوز بالتشامبيونز ليج دون ميسي.